نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. جبريل نادى من السماء لا فتى إلا علي بوالحسن حامل حما ولينا بعد النبي. هو 13 من رجب حين أشرقت الأنوار بولادته داخل جدران الكعبة المشرفة. إنه علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه. وهاي الهوية باسمك يا علي، وهاي الهوية باسمك يا علي. الحمد لله كل ما عم نكتر ومنحب أهل البيت، الحمد لله نحن واليوم جايين لنحتفل بولادة الإمام علي. في ذكرى مولده أقيم احتفال حاشد في مقام السيدة زينب عليها السلام في الريف الجنوبي من دمشق. الحاضرون تناوبوا في كلماتهم على ذكر خصائص أمير المؤمنين وتميزه وتألق إيمانه الأصيل والجهاد العصيب الذي تحمله منذ صدر الإسلام إلى آخر عمره، والعدالة الفذة التي ميزت سيرة حياته، وعلى الأخص خلال خلافته إلى زمن استشهاده. كما توافدت إلى المقام في هذه المناسبة وفود من لبنان والعراق. نحن جينا من العراق ما يقارب، بس احنا اللي جينا 50 نفر، اما اللي الباقي الحملات اجت تقريبا الى 500 الى 600 شخص. علي عليه الصلاة والسلام شخصية تتفق كافة الفرق الإسلامية على عظمتها وسماتها وشأنها ومنزلتها السامية في الإسلام، لذلك يعد مصدرا للوحدة بين المسلمين. ونحن ما أحوجنا في هذا العصر الذي أراد الأعداء أن يفرغوا شمل المسلمين بل يفتتوهم، أن نقتدي بمن هو كان رمزا لوحدة الأمة الإسلامية، حيث أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي أقر به كل من لا يقول لا إله إلا الله فمحمد رسول الله. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي جبلت من قبل تكويني بحب حيدر فكيف النار تكويني. من مقام السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق، دارين فضل العالم. ما زال 3 ملايين مواطن سوري في حلب يعانون للأسبوع الثاني انقطاع المياه بعد حرمانهم إياها عمدا بقرار من الجماعات المسلحة، فيما طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية عبر رسالة وجهتها وزارة الخارجية فيها يتعرضون لعقاب جماعي تمارسه أو يمارسه المسلحون. لفتت إلى أن الحكومة السورية وصلت تبذلان جهودا لتعويض جزء من احتياجات السكان من المياه بكافة المتاحة. قصف الجيش السوري بعنف عمق بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، حيث يتركز انتشار المجموعات المسلحة وخصوصا جبهة النصرة وجيش الإسلام بالتوازي، مع استمرار العملية في جوبر إلى الشرق من العاصمة مباشرة. وأكدت مصادر عسكرية تنفيذ الطائرات الحربية غارات عسكرية على مواقع المسلحين في المليحة بالتوازي، مع قصف استهدف بلدات مجاورة تمثل مراكز امداد للمسلحين. اما في جوبر فاكدت مصادر ميدانية تحقيق تقدم مكنه من السيطرة على عدة كتل بنائية في الجزء الشرقي من البلدة. وللمزيد من المعلومات معنا من دمشق مراسلنا محمد الخضر. محمد، ماذا في آخر التطورات الميدانية؟ في الواقع دعيني أبدأ من التطور الميداني. قبل قليل
كان هناك توزيع مواد إغاثية على مدخل مخيم اليرموك في جنوب العاصمة السورية، على ما يبدو أن أحد عناصر القيادة العامة تعرض لرصاص قنص من داخل المخيم كما علمنا، ما أدى إلى انفجار الوضع وقيام مجموعات من اللجان الشعبية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المتواجدة في محيط المخيم بالرد على مصادر تلك النيران، وبطبيعة الحال بالتالي توقف عملية توزيع تلك المواد الإغاثية. في المحور الآخر كان هناك عملية عسكرية وهي مستمرة حتى هذه اللحظة باتجاه المليحة في ريف دمشق الجنوبي والأقرب إلى طريق المطار تقريبا. الجيش يواصل قصف تجمعات المسلحين، بمعنى أدق قصف المحاولات نقل إمدادات للمسلحين من بلدات زبدين ومن دير العصافير لمساعدة المجموعات المسلحة التي تواجه الجيش السوري في منطقة المليحة. المقلب الآخر هو في جوبر في الواقع، منذ ساعات الصباح كان هناك أيضا تواصل للعملية العسكرية، مصادر ميدانية تحدثت للميادين عن تحقيق تقدم ناحية الشرقية تحديدا من حي جوبر، وذلك عبر قصف مدفعي استهدف الجوانب الغربية من جوبر، وبالتالي الإيحاء بأن العملية ستكون من تلك الناحية، فيما تم التحقيق تقدم في الجهة الشرقية من تلك أو من ذلك الحي ذي الموقع الاستراتيجي والحيوي والمتاخم تماما للأحياء الشرقية من العاصمة دمشق. نعم محمد، هذا في الشأن الميداني، أما في الشأن السياسي ماذا في جديد الحملات الانتخابية، وتحديدا متى سيعرف عدد المقترعين وعدد مراكز الانتخابية؟ في الواقع من المفترض أن يعلن ذلك عن الجهة المشرفة هي المحكمة الدستورية العليا والجهات القضائية عن أعداد المراكز الانتخابية وتوزعها بطبيعة الحال. اليوم كان في الواقع هناك العديد من الفعاليات ضمن إطار الحملات الانتخابية، كان هناك تجمعا في أمام اتحاد الصحفيين للصحفيين السوريين وللفنانين السوريين، هو يركز أساسا على ضرورة المشاركة في هذه الفعالية على اعتبار أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تعددية في سوريا منذ أكثر من 5 عقود. طبعا هناك باتت شوارع دمشق ممتلئة ببعض اللوحات الخاصة بالمرشحين، حملة الدكتور بشار الأسد هي بعنوان سوا، كان هناك أيضا للدكتور أحسان النوري عنوانها الاقتصاد الذكي في سوريا، هي ذات طابع اقتصادي بشكل واضح وملامسة الهموم المعيشية، وكان هناك أيضا للمرشح ماهر الحجار هو عضو مجلس الشعب، أيضا تنتشر في شوارع العاصمة السورية وفي بعض المناطق كما علمنا على امتداد المحافظات السورية. نعم محمد خضر مراسل الميادين في دمشق، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى حلب وانقطاع المياه عن مدينة حلب، ينضم إلينا عبر الهاتف خالد سكيف. خالد، هل عادت المياه إلى المدينة؟ نعم رنا، ما زالت المياه مقطوعة إلى حد الآن. اليوم دخلنا اليوم العاشر من الأزمة في مدينة حلب. حلب الغربية تعاني من انقطاع وشح في المياه بسبب قطع من قبل المسلحين المتواجدين الأجزاء الشرقية من مدينة حلب وبعض من الأجزاء الشمالية. الآن قمنا بعمل جولة ميدانية في شوارع حلب، ما زال المواطن الحلبي يشعر بالاختناق حول هذه وهذه الأزمة، لأنها لم تعد هذه الأعمال هي من ضمن الحرب أو تعتبر أنها طريقة إعدام جماعي وصف الكثيرين. هذا يعتبر عقوبة بحق أبسط الحقوق التي يحتاجها المواطن الحلبي. نعم خالد، ماذا عن تسيير صهاريج المياه جاهزة للتقليل من أزمة المواطن الحلبي؟ هناك تم تجهيز خزانات المياه يبلغ عددها 58 خزانا متوزعة في عدد من الجوامع في مدينة حلب وكنائسها، أيضا وصول عدد من الطرود بلغت 5000 طرد من اللاذقية والمحافظات الأخرى من لمؤازرة مدينة حلب. هناك أيضا قبل قليل وردنا معلومات عن احتمال عودة المياه ربما في الساعات القادمة أو ربما غدا، لا نعلم إلى مدى صحة هذه المعلومات إلى حد الآن. إلى كذا. نعم خالد، ولكن بعد سؤال، هل عرفت مطالب المسلحين؟ في الحقيقة لم نستطع الحصول على أي معلومات واضحة حول الاجتماعات أو المفاوضات التي تمت بين الجمعيات وجمعية خاصة جمعية مبادرة أهلي حلب والهلال الأحمر مع المسلحين. إلى الآن لا نفهم ما هي المطالب التي يريدونها أو ما هي
لنقول بأبسط ما يمكن لا يوجد أي مطالب واضحة أو طلبات واضحة حول هذا الموضوع. نعم صحفي خالد سكيف كنت معنا من حلب عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي ريف حمص الشمالي قتل قائد كتيبة عبد الرحمن والقائد السابق للمجلس العسكري بودير بعلبة نادر شحادة بنيران الجيش السوري في مواجهة بين الجيش والجماعات المسلحة في عدد من مناطق الريف، كما سجلت اشتباكات عنيفة بين داعش والجيش الحر في الغنط قرب تلبيسة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. للمزيد معنا من الربوي بريف حمص مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، ماذا في آخر المستجدات الميدانية في ريف الحمص؟ نعم، بالنسبة لريف حمص فعلا كانت البارحة مساء شهدت بعض الاشتباكات على خلاف الأيام السابقة التي عاشتها مدينة حمص. كان هناك أولا بدأت الاشتباكات بقصف لقرية المزرعة، قام الجيش السوري بالرد على مصادر قصف، طبعا أهل المزرعة أدى إلى جرح 5 مدنيين. الرد جاء من قبل الجيش السوري، كان ردا عنيفا على منطقة الوعر التي تشاهدونها خلف هذه الأبراج السكنية، كما شاهدت أيضا منطقة التلبيسة التي تعتبر بعد المنطقة الكبيرة التي تصل الوعر بالتلبيسة إضافة إلى الرسن. هي أول حالة مواجهات طبعا من بعد الاتفاق الذي كان شهدته مدينة حمص وأدى إلى خروج المسلحين من منطقة حمص القديمة. طبعا هنا الحديث يتم الآن عن محاولات أيضا لتسوية أمور الوعر من خلال مصالحة وطنية لربما تشهدها منطقة الوعر، إضافة إلى عمليات عسكرية أيضا لربما تشهدها هذه المنطقة من خلال تطويقها لتسهيل عملية خروج أيضا المدنيين منها والوصول إلى تسوية تكون من خلال مصالحة وطنية. لا نعلم فعلا متى ستكون العملية الأمنية المقررة لمنطقة الوعر في ضمن السياسة القادمة التي يقوم بها الجيش السوري في ريف حمص الغربي وريف حمص الشمالي الغربي. نعم رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا من ريف حمص، شكرا جزيلا لك. من يكتفي بسماع الأخبار المتضاربة حول دمشق فأنه يظنها ساحة حرب فقط، لكن في شوارعها مظاهر كثيرة تبرز تحدي السوريين لأزمتهم من أوتوستراد المزي إلى دمشق القديمة. نظم مئات الدراجين السوريين رحلة رمزية بدراجاتهم الهوائية ليعلنوا حبهم لمدينتهم وأنها برغم كل التحديات تفاجئ الجميع بزخم الحياة فيها. محمد محسن والتفاصيل. يستخدم خليل شاهين منذ 15 عاما الدراجة الهوائية للمجيء من بيته في قطنة بريف دمشق الغربي إلى عمله في المدرسة الفرنسية بدمشق. حتى بعد الأزمة لم يمنعه عن ذلك سوى فترات حساسة أمنيا. هو واحد من دراجين سوريين تحدوا هذه الظروف وقرروا السير معا من أوتوستراد المزي إلى المدينة القديمة. الرسالة: سوريا تنبض بالحياة وستبقى تنبض بالحياة، والرسالة حتى نقول للعالم كلياته أن السوريين عايشين رغم هالمشاكل اللي موجودة وعم تطلع وتشتغل والرياضة هون عنا بعدها ماشي على طول. المشاركون من كل الأعمار ومن محافظات مختلفة، هذا الطواف بالدراجات بالنسبة لهم يرمز إلى دورة حياة طبيعية، يرفضون أن يعيقها قصف المجموعات المسلحة للعاصمة بقذائف الهاون بين فترة وأخرى. تعني لي أنه نحن رح نكون إيد وحدة، ما منخاف من شيء ولا من الهاون، لأنه الله الحامي وأقل وتوكل. أنه ما عاد يصير ضرب السعادة وبتسلم كل المحافظات. تسرع آية لبلوغ نهاية السباق قرب الكنيسة المريمية في باب شرقي، سبقها زملاؤها يجمعهم حب دمشق وشوارعها في هذه المدينة، كل يثبت جدارته بالحياة على طريقته. لا تقاس السباقات هنا بالمسافات، بل في بلدان الأزمات تقاس بإرادة الحياة. هو نداء الفرح الذي تطلقه الشام لسكانها فيردون لها الإجابة بأن على أرضها ما يستحق الحياة. محمد محسن، دمشق، الميادين.
يواصل المرشحون الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية حملاتهم الانتخابية في معظم المحافظات السورية التي تدعو بمختلفها إلى ضرورة المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق لما يمثله من تحد للإرهاب وداعميه الذين يحاولون عرقلتها ومنعها بكل الطرق. فرحانين بسوريا جديدة، سوريا التقدم اللي بدها تمشي لقدام بإذن الله. قالت هذه المرأة ما بداخلها، فالمواطن السوري يشعر بالتغيير في طريقة اختيار من يرأسه، ولذلك نزل إلى الساحات. ساحة السريان في قطنة بالريف دمشق شهدت تجمعا جماهيريا لأهالي المدينة والقرى المجاورة دعما للاستحقاق الدستوري. هذا هو الشعب السوري، وهذه هي أصالة السوريين، أنهم يحملون السلاح بيد ويسيرون باستحقاقهم إلى صناديق الاقتراع باليد الأخرى. كما شهدت محافظة دمشق فعاليات عدة، مهرجان خطابي أقامه اتحاد عمال دمشق وفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وفعاليات أهلية في مدينة الجلاء الرياضية. أكد المشاركون فيه تمسكهم ببناء دولتهم الديمقراطية التعددية وتكريس مفاهيم المواطنة وسيادة القانون. وأمام مبنى اتحاد الصحفيين أقيمت وقفة تضامنية نظمها اتحادا الصحفيين والكتاب ونقابة الفنانين. أشاروا فيها إلى أن الاستحقاق الدستوري يعكس قدرة الشعب السوري على مواجهة الضغوطات الخارجية. جبهة العمل الأهلي رأت في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية استحقاقا وطنيا بامتياز يعبر عن آمال وتطلعات الشعب السوري. وفي اللاذقية قالت الفعاليات السياسية والاقتصادية والدينية إن القضية ليست انتخاب رئيس بل تقرير مستقبل وطن. أما بانياس فشهدت وقفة تضامنية لعمال الشركة السورية لنقل النفط واحتفالية في الصفصافة وقرى سهل عكار في ريف طرطوس دعوا فيه إلى ضرورة مشاركة المواطنين بكثافة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة. حما وحمص شهدتا كذلك وقفتين تضامنيتين نفذهما فرعا الاتحاد النسائي في المحافظتين للتأكيد على أن السوريين وحدهم من يختارون قائدهم ويصنعون حاضرهم ومستقبلهم. اتحاد فلاحي درعا أقام وقفة تضامنية في بلدة بصير أوضح فيها أن جماهير المحافظة ستجعل الثالثة من حزيران يوما وطنيا يقترن فيه القول بالعمل لاختيار الرئيس الذي سيقود سوريا. إن شاء الله تعالى موعدنا في صناديق الاقتراع 3 حزيران. أدعو جميع المواطنين أنهم ب3 حزيران يكونوا متواجدين وبكثافة. وإلى السويداء أقام فرعا الاتحاد الوطني لطلبة سوريا واتحاد شبيبة الثورة وقفة ومسيرة دعم للاستحقاق الوطني عد المشاركة فيه حقا وواجبا وطنيا لجميع السوريين. كما أقيمت في الحسكة خيمة وطن أمام فرع اتحاد العمال في المحافظة لفت المشاركون فيها إلى أن صناديق الاقتراع فقط ستقرر من يقود سوريا. ولم تتخلف محافظة إدلب في تأييدها للاستحقاق الوطني عن باقي المحافظات فأقامت فعاليات عدة أملت من خلالها أن يكون الاستحقاق الرئاسي مناسبة للتخلص من العصابات الإرهابية على امتداد الوطن. السوريون المقيمون في العراق يتوافدون بكثافة إلى السفارة السورية ببغداد لتسجيل أسمائهم في المركز الانتخابي في مقر السفارة السورية ببغداد استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية. منذ ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم وبمشاعر فياضة بحب سورية أرضا وشعبا وقيادة وتاريخا توافد المواطنون السوريون المقيمون في العراق على المركز الانتخابي المخصص لاقتراعهم في مبنى السفارة السورية في بغداد. إدارة المركز هيئت كل مستلزمات تسجيل الناخبين وفقا للدستور وقانون الانتخابات بانسيابية عالية رغم حشد المقبلين على التسجيل. تقوم السفارة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 28/5 الجاري، وقامت السفارة من أجل ذلك بدعوة كافة المواطنين السوريين المقيمين في العراق من أجل ممارسة هذا الحق والواجب الوطني، ولهذا قامت بالإعلان من خلال الصحف، بعض الصحف العراقية وبعض محطات التلفزيون العراقية، كما قمنا بإرسال رسائل نصية من خلال الموبايل
إلى الأخوة المواطنين المقيمين في كافة المحافظات العراقية. جئنا نمارس حقنا الانتخابي والدستوري بكل حرية وديمقراطية، ولن نسمح لمن لا تاريخ ولا ديمقراطية له أن يكون له دور في ساحة العروبة والصمود والمقاومة. المواطنون السوريون وهم يؤكدون إصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية رأوا إن الانتخابات ستكون نافذة سورية على المستقبل المشرق. نحن كمواطنين سوريين موجودين هون في بغداد، من واجبنا ومن حقنا الطبيعي أن نحن نجي ننتخب، نسبة وجودنا هون للعالم بأكمله أن نحن السوريين نجي بنمارس حقنا بكل حرية بكل أمانة. وهلا نحن جايين سجلنا الدور بكل سلاسة بكل هدوء وعم ننتظر باقي الإجراءات. نحن الآن ببغداد بالسفارة وحضرنا لهون مشان موضوع الانتخابات الرئاسية، هي واجب علينا، واجب على الوطن، ونتمنى بأسرع وقت إن شاء الله هيك تكون الأمور كلها ترجع كما كانت سوريا ونرجع لأرض بلادنا. وفي 28 من الشهر الحالي سيكون للمواطنين السوريين في العراق موعد مع صندوق الاقتراع لانتخاب سورية الأجمل والأبهى والأمنع. نادي العبيدي، مقر السفارة السورية في بغداد. وبمقابل الدول التي تسهل الإجراءات أمام المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها، عملت كل من واشنطن وباريس وبرلين على إغلاق السفارات السورية في وجه الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق السوري، فجاء رد الفعل السوري على مستوى فعل تلك الدول أو يزيد. تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة كانت مطلب الائتلاف، فعقد العزم الغربي على تلبية المطلب وفتحت له طاولات الأمم المتحدة في جنيف، لطالما كان يحقق هدف الغرب أولا وأخيرا. تهت جلسات جنيف دون ما هدف، فسجل فشل آخر للائتلاف وداعميه، لم يغلق معه سجل على انتخابات رئاسية، فعل وليد صمود خرج من رحم إرادة لا تقهر، فاقتضى رد فعل من المنهزمين. أطلقت الإدارة الأمريكية إشارة البدء فيه، وكانت السباقة بزرع العثرات على طريق الانتخابات التي وصفتها بغير الشرعية، وأغلقت السفارة السورية في واشنطن وقنصلياتها الفخرية في ولايتي ميشيغان وتكساس، كما قررت بشكل غير مفاجئ طبعا فتح مكاتب دبلوماسية للائتلاف السوري على أراضيها لتلبسه لبوس شرعية عجزت بقوة السلاح والمال إضفاءها عليه، ليبدو المؤتلفون مثل كومبارسن في مشهد مسرحي هزلي. فهم الحلفاء الرسالة، فسارعت فرنسا وألمانيا لإغلاق السفارات السورية على أراضيهما في وجه السوريين المقيمين لمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات، فجاء رد الفعل الشعبي السوري على مستوى الفعل أو يزيد. السوريين لهم حق بالانتخاب وإن شاء الله راح ينتخبوا. نحن انتصرنا بهاي الأزمة، ولما شافوا حالهم ضعفوا وما عاد قادرين على انه يصدروا ان الارهاب وسلاح للارهابيين، صاروا بيتخذوا اي اجراء اي عقوبة ضدنا. هن هاي ديمقراطية عندهم مزيفة، يعني هن بيصدرونا ديمقراطية، هن ما بيعرفوا شو معنى الديمقراطية، عم يعطلوا علينا. رحنا ديمقراطيين متأكدين منها ونابع من ذاتنا يعني، وهذا قرار سيادي سوري يعني متعلق فينا، ما بنسمح لحدا يتدخل فيه. نحن كسوريين باي بلد بنكون، كان بفرنسا كان بالمانيا وكان بوين اي دولة عربية اجنبية، بحقنا انتخاب لأنه بالنهاية هي بلدنا. والله لكي هذا الشيء بيرجع لإلنا، نحن بدنا ننتخب. سوري وين ما كان بده ينتخب وحر، وانتخب اللي بده إياه. تبين للقاصي والداني إنه هاي الدول يعني ما عندها شيء اسمه ديمقراطية، إذا حق تصويت لأي مواطن إذا كان سوري إذا غير سوري عم يمنعوا على أراضيهم، فيبيعوا الديمقراطية تبعيته. نحن هون نعيش الديمقراطية، وبثلاثة ستة إن شاء الله بشوف العالم كله ديمقراطية. السوري الشعب السوري هو اللي بيقرر خياره، هو اللي بيقرر رئيسه، هو اللي بيقرر مصير البلد. رح روح على صناديق الاقتراع وانتخب ومارس حقي الدستوري الطبيعي. طبعا رح انتخب، لكن ما رح انتخب. وكما هو الرد في الداخل كان كذلك في الخارج. انا جاي لهون على السفارة السورية بعمان مشان مارس حقي بالانتخابات الرئاسية. جاي انا مشان سجل مشان انتخب. كل واحد بيتدخل برأيه، بس كل بالأخير السوري بيحق له يحكي مو غيره. أما الرد السوري الرسمي فجاء من وحي الشعب، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الشعب السوري وحده سيحدد بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة القادمة، غير آبهن بكل العقبات.
في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، أجرى التلفزيون العربي السوري مقابلة مع المرشح حسان عبد الله النوري، استعرض فيها أهم النقاط في بيانه الانتخابي للرأي العام. معبرا عن حاجته إلى دعم الشعب السوري للسير في طريق الإصلاح والنمو والازدهار والخروج من هذه الأزمة بسلام، تحدث الدكتور حسان عبد الله النوري مرشح الرئاسة للتلفزيون السوري عن معطيات ورؤى وأفق استراتيجي لقيادة الدولة مع الحفاظ على الثوابت الوطنية. ركزت في بياني الانتخابي على 6 نقاط استراتيجية. النقطة الأولى هي الثوابت الوطنية. نحن نتحدث عن وحدة الشعب السوري، وحدة التراب الوطني، صون الدستور وحمايته. اليوم لدينا دستور متميز نستطيع من خلاله أن ننهض بوطننا، من خلال دستور قادر على حماية كل مرتكزاتنا السياسية والوطنية والقومية إلى ما هنالك. الجيش العربي السوري هو جيش الوطن، يحمي سوريا من أي اعتداء خارجي أو تخريب داخلي، وهو الضامن الحقيقي للسلم الوطني. أعلن أنني عدو الإرهاب وضد الإرهاب، وسوف نقتلع هذا الإرهاب من جذوره سواء الداخلي أو الخارجي. ثوابت وطنية داخلية تقاطعت مع أخرى خارجية بينها المرشح النوري بأنه لا يريد أن تكون العلاقات سيئة مع أي من دول العالم باستثناء الدول التي ساهمت في الأزمة وقتل السوريين وتدمير اقتصادهم وبناهم التحتية، معتبرا منع فرنسا وألمانيا السوريين المقيمين فيهما من المشاركة في الانتخابات الرئاسية فضيحة كبرى للدولتين ومهزلة سياسية. علينا في مرحلة ما أن نسامح قليلا، ولكن لا أن نتنازل. السياسة الأردوغانية لا يمكن أن أغفر لها. إذا اليوم طالما حكومة العدالة والتنمية موجودة، فما بيناسبون وجودي كرئيس للجمهورية العربية السورية، لأنه أنا مع حبي ومحبتي الشديدة للشعب التركي وللأحزاب الأخرى التي تدعم الموقف السوري، أنا لا يمكن أن أتعامل مع حزب العدالة. وبما يخص مرحلة إعادة أعمار سوريا وبنائها اقتصاديا وثقافيا ومجتمعيا، اعتبر النوري أن شعار حملته الاقتصاد الحر الذكي يدعو للتحديث الاقتصادي والتشاركية الاقتصادية الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يكفل النجاح والتطور. أحد أهم مؤشرات الأعمار هو أن نوحد جهود الجميع من أجل هذا الأعمار. نحن بحاجة إلى قيادة مؤسساتية رشيدة قادرة على اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن هدف استراتيجي. هذا الهدف الاستراتيجي اللي بدنا نوصل له من خلال غايات أداء مستمرة نحققها خلال فترة معينة من الزمن. ورحب النوري بعمليات المصالحة الوطنية داعيا إلى المزيد منها كخطوة ناجحة لحل الأزمة في سوريا، مؤكدا أن أي شخص غير قادر على قيادة وطن بنفسه، فالوطن يبنى ضمن معايير معينة، هي شعب حي عظيم وقيادة سياسية مع فريق عمل ناجح. وجودي عندك اليوم ضيف في حوار اليوم هو مؤشر كبير على بداية لعصر جديد، وسوريا ما بعد الانتخابات لن تكون كسوريا ما قبل الانتخابات، لأننا بدأنا نتعود على الرأي الآخر. ودعا النوري السوريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة وإعطاء صوتهم لمن يرونه مناسبا، مرحبا بالأجواء الديمقراطية والتعددية التي تسود الحملات الانتخابية. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2014 القاضي بإنشاء جامعة حماه مقرها مدينة حماه وتضم 11 كلية. وينص المرسوم على إضافة بعد عبارة جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور جامعة حماه ومقرها مدينة حماه، تتكون من 11 كلية وهي الطب والتربية والزراعة والاقتصاد والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية والطب البيطري وطب الأسنان والتربية الرياضية والهندسة المعمارية والكلية التطبيقية، ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم.
أكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أنها ستؤمن متطلبات استحقاق الانتخابات الرئاسية، واستنكرت موقف فرنسا وألمانيا بمنع الانتخابات على أراضيهما. الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئيس الجمهورية ومتابعة تأمين متطلبات العائدين إلى حمص القديمة وإيجاد حل لقطع المياه عن سكان حلب من قبل المجموعات الإرهابية قضايا تتابعها الحكومة. الحلقي أكد استكمال الحكومة إجراءات تأمين متطلبات العملية الانتخابية مستنكرا المحاولات اليائسة لتعطيل مسار هذه الانتخابات، ومنها منع فرنسا وألمانيا أبناء الجالية من ممارسة حقهم الانتخابي. طلقت الحملة الانتخابية بأقصى الممارسات الديمقراطية والحق لكل من المرشحين بأن يبدأوا إعلان حملتهم الانتخابية في إطار من الحرية وفي إطار من الأعداد الاجتماعية، وأعطاء المساحة لكل من هؤلاء المرشحين بأن يعلن عن برنامجه الانتخابي. وقد استمعتم البارحة إلى برنامج أحد المرشحين الذي عرض على التلفزيون العربي السوري. وبالنسبة لإنجاز حمص القديمة، أكدت الحكومة أنها ستقدم كل ما من شأنه إعادة تأهيل أحيائها وتأمين المستلزمات الحياتية لأهلها، مشيرة إلى أن المصالحات الوطنية ستتسارع في كافة المناطق. إنجاز التسوية الإنسانية، تسوية المصالحة الوطنية في مدينة حمص وخروج المسلحين من المدينة القديمة، طبعا هو منطق العقل والحكمة والتسامح الذي طالما جسدته الدولة السورية بتوجيه من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. وتوقفت الحكومة مطولا عند الواقع الخدمي في مدينة حلب في ظل قطع المياه عن سكانها من قبل المجموعات الإرهابية، مستنكرة عدم تحرك المنظمات الدولية لرفض هذا الإجراء، ومؤكدة أنها تعمل لإيصال مياه الشرب للمدينة من خلال مصادر بديلة بالتوازي مع متابعة الواقع المعيشي لأبناء حلب على مدار الساعة وتأمين كافة المواد الغذائية والتموينية. محاولات كبيرة تبذل من القطاعات الحكومية المختصة ومن محافظة حلب والجهات المعنية. وصلنا إلى يعني حل جزئي بتأمين مصادر بديلة عن طريق خزانات النيرب في التي توصل المياه إلى المدينة القديمة وتؤمن تقريبا 15% من احتياجات المحافظة. أرسلنا مجموعة من الصهاريج من المحافظات. وأقرت الحكومة مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للصناعة، كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير. في حلب ورشات الصيانة تتابع عملها في تأهيل البنى التحتية وإيصال المياه إلى الأحياء. إنه حي الميدان الذي يعد من أحد أحياء مدينة حلب العريقة، والذي يعتبر مثالا يقتدى به من خلال اللوحة الفسيفسائية التي يمتاز بها. هذا الحي يتعرض كغيره وبشكل دائم لاستهداف مباشر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وهذه المرة قذائف حقدهم تطال المباني السكنية ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وانهيار طابق سكني بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين. أردوغان له هدايا بعث لنا ياهن، هو بيعرف انه هاي منطقة آمنة. إذا كان هذا هدفهم انه ما راح ننتخب، لا راح ننتخب غصبا عنهم إن شاء وأبوا، لانه نحن السوريين الله خلقنا، ونحن يعني نحن خلقنا السوريين. رايح لك سيارتين وبيت وكنا الحمد لله. سلامتك ما عم تروح الحمد لله. الحمد لله لانه الله بحمينا وجيش عربي سوري حمينا. اذونا اذو الناس، خلنا خربوا نحن نعمر، خلنا خربوا نحن نعمر بلاد ان شاء ونقبوا. احنا اهل حلب كثير تعبنا، تعبنا لدرجه يعني فظيعه، يعني بدنا صرنا اليوم 10 يوم بلا مي، يعني اكثر من هيك مقاومه من فيه لا منا طالعين ولا منا نطلع. لمين نترك سوريا؟ الله يخلصنا منهم يا رب. يخافوا الله، عم بيقولوا الله أكبر الله أكبر، يخافوا من الله بس. وهالناس العطشان هي حرم كلها برقبتهم، ونحن رح نضل صامدين بإذن الله. أهل حلب، أنا مواطن سوري ما بموت إلا بسوريا، شربان مي سوريا، شربان مي سوريا، بموت تراب سوريا. إيش عم نسوي لهم؟ ما عم نسوي لهم شيء يا أخوي، بركين بيتنا. ورشات الصيانة انطلقت لإصلاح ما خربته يد الغدر الآثمة، والبداية كانت مع شركة الكهرباء التي تحدى عناصرها القنص المتعمد في هذا الشارع لإتمام عملية الصيانة. أما مجلس المدينة فقد باشر بترحيل الأنقاض، وبدأت ورشات رش المبيدات بحملة واسعة
وصهريج متواضع يقف في الحي لتوزيع مياه الشرب على أبنائه. إذن هي المحاولات البائسة والفاشلة للنيل من عزيمة وإرادة أهل حلب، ويا حلب تستمر في عشق هذه الحياة. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حي الميدان، حلب. ضرب تفجير إرهابي حي العرين في ريف دمشق بسيارة مفخخة بجانب تجمع المدارس، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات. عصابات الغدر والإرهاب والتي تتفنن بأساليب القتل وترويع المواطنين الأمينين تضيف إلى سجلها الأسود تفجيرا جديدا بحي العرين في ريف دمشق، استهدف تجمع المدارس موقعا 7 شهداء وأضرارا مادية في المكان. عند الساعة 3 بعد الظهر قام انتحاري إرهابي بتفجير نفسي بسيارة مفخخة، فجر نفسه، ويتوسط هذا التفجير الروضة، تجمع المدارس، الفرن، حدائق للعب الأطفال، ومساكن آمنين كما ترونها. كنا قاعدين بالمنزل، حصل انفجار، فبالطبيعة الإنسان بده ينزل يشوف شو فيه، فشفنا سيارة مفخخة فجرت وراح ضحايا، الله يرحم الشهداء جميعا. يظنون بأن إرهابهم من الممكن أن يكسر صمود السوريين أو يزحزح عزيمتهم، ولكن هذا كان ردهم. الله يرحم الشهداء أجمعين، وهذول التفجيرات عم يعملوها ما يخوفونا، نحن نضل صامدين. نحن ما بنخاف، هذه الشغلات ما بترهبنا، نحن تعودنا انه نوقف ايد بايد كلياتنا، وهذا الشيء ما راح يحنينا ولا راح يخلينا نتضعف او نضعف لهم. هنون جماعه ارهابيين ومرتزقه اجوا من برا البلاد، كنا خفنا وتمينا راح ردنا من زمان ممكن بلدنا، بس نحن قاعدين وصامدين. دليل جديد على افلاس عصابات البترودولار التي لم يبقى امامها في سوريا الا لملمه ذيول الخيبه والعوده من المكان الذي جاءوا منه. أكد شيوخ القبائل والعشائر في محافظة حمص أن السوريين هم وحدهم من يحق لهم تقرير خيارهم الوطني من خلال الحل السوري السوري. وبيّن الشيوخ في بيان لهم أن الالتفاف حول الجيش العربي السوري وانتصاراته هو تعبير حقيقي عن التزام هذا الشعب بالثوابت الوطنية ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي بالشؤون السورية، مشددين على رفض أفكار التكفيريين وأعمالهم الإجرامية بحق الشعب السوري. التزاما بالثوابت الوطنية وتأييدا للاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس الجمهورية، عقد اليوم ملتقى شيوخ عشائر وقبائل محافظة حمص الذين أكدوا وقوفهم صفا واحدا مع أبطال الجيش العربي السوري لحماية الوطن، وأن عمليات المصالحة والتسويات ما تزال مستمرة لعودة الأمان لكافة أنحاء حمص. اليوم نحن اجتمعنا باسم القبائل والعشائر بمحافظة حمص، محافظة النصر، النصر للسوريين، لتقول كلمتها. نحن بدأنا منذ بداية الأزمة، بدأنا بالمصالحات ومستمرين لليوم، فعنا اليوم الوعر، عنا الريف الشمالي، عم نشتغل على كل المناطق. تداعت هذه العشائر لهذا الاجتماع اليوم ونحن على أبواب الاستحقاق الرئاسي، وبعد تباحث مع الجميع كان لها هذا القرار بهذا الاجتماع وبهذا البيان الذي صدر. وستبقى سوريا بلد الصمود والتصدي والمقاومة لكل الهيمنة الصهيو أمريكية وأدواتها في المنطقة والعالم. بدنا نأكد على التلاحم الوطني والتلاحم بين الطوائف، وبدنا نعمل تسويات، وبدنا نعمل حفلات، وبدنا نزور بعضنا، وبدنا نروح على بعضنا، وما بدنا نعمل اي شائبه بين اي فرد، يعني اذا طلع بايدنا بين اي فرد كل المجتمع الحمصي. ان شاء الله يكون هالاجتماع لحتى كل واحد مننا يطلع لارض العمل، لارض على الواقع، لحتى نقول انه نحن كبار والاكبر من الازمه هاي، ولذلك نحن قادرين ان نرجع سوريا مثل ما كانت واحسن باذن الله تعالى. تحدث شيوخ العشائر بكلماتهم وأكدوا على الثوابت الوطني التي تهدف إلى البناء المجتمعي الحقيقي المتكامل بعيد عن أي شروخ. كما أكد محافظ حمص على دور شيوخ العشائر في المرحلة المقبلة وعن أهمية مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم. هذا اليوم أراد الأخوة وجهاء العشائر في محافظة حمص، كل حمص، أن يلتقوا ليوجهوا تحية أولا للجيش العربي السوري، تحية لشهداء الوطن، التهنئة بمناسبة عودة حمص القديمة إلى أهلها،
وأيضا أن يعبروا عن تقديرهم واحترامهم للاستحقاق الرئاسي القادم ويؤكدوا مشاركتهم. وفي نهاية الملتقى أصدر شيوخ العشائر بيانا ختاميا أكدوا فيه أن السوريين هم أنفسهم من يحق لهم تقرير مصيرهم، وأن الحل سوري فقط، وأنهم سيختارون من يمثلهم في الانتخابات ويمارسون حقهم الديمقراطي للنهوض بسوريا من جديد. وورشات الصيانة والخدمات مستمرة في عملها في أحياء قمصة القديمة، بل في أحياء حمص القديمة، لتأهيل البنى التحتية وترحيل الأنقاض التي خلفتها اعتداءات الإرهابيين على الممتلكات العامة والخاصة. تستمر ورشات الصيانة بعملها في أحياء حمص القديمة ومركز المدينة، مع استمرار توافد الأهالي إليها وعودة المؤسسات الحكومية إلى مقرها الأساسية، ومنها المصرف الزراعي والذي شهد تدميرا وتخريبا وحرقا لبعض المستندات التي كانت فيه. عمال النظافة بدأوا بإزالة الركام تمهيدا لبدء الورشات بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية وعودة المصرف إلى عمله بأسرع وقت ممكن. من أول يوم خرجت فيه الدفعة الأولى المجموعات المسلحة، سبق أن ذكرت أنه أتينا المصرف الزراعي وبدأنا بجمع الأنقاض، واليوم جئنا لترحيل هذه الأنقاض. وقد أحضرنا لجنة السلامة الإنشائية يوم أمس وأشرفت على البناء وقالت من ناحية الإنشائية سليم، وبالتعاون مع مجلس مدينة حمص حيث المشرف على كامل البناء سنقوم بإعادة تأهيل البناء بأقصى سرعة ممكنة. وفي سياق متصل تكمل الورشات عملها لإعادة الخدمات الأساسية إلى أحياء حمص القديمة. نحن اليوم قاعدين عم نشتغل نعيد الكهرباء، نحن من سوريا للشبكات، وعم نظبط العواميد المجموعات الإرهابية وتقطعت الشرطان ونتيجة الدمار اللي انتم شايفينه. في بعض الشرطان انضربت، ولا نحن عم نشيل العواميد مشان نرد نعيد اعادة تأهيلها من اول وجديد. نحن اعتبارا من يوم السبت الصباح بلشت الشبكات بعد فتح منطقة حمص القديمة لورشات الشبكات، تفقد واقع الشبكات، تشوف شو لازم شو الضروري لحتى نجهزون. هلا الورشات كلياتها عم تقيم الشبكه لانه بدها فتره لحتى نقيم شو الوضع، شو المطلوب انجازه، شو المواد اللازمه. هلا في ورشات قامت على طريق حما في كابل ضروري لازم لنا يعني للمؤسسه، اليوم بلشت باصلاحه، وفي ورشات ثانيه عندنا مستودع عم تجيب المواد اللازمه الضروريه لحتى انجاز العمل، وراح نباشر مباشره من بكره الصبح بالدخول لمنطقه حمص القديمه وانجاز اعمال الاصلاح. انجاز جديد يتحقق كل يوم في محافظه حمص بتضافر الجهود الحثيثه بين الجهات المعنيه والمواطنين الذين يعودون الى بيوتهم رغم الصعوبات، تزامنا مع عودة المؤسسات الحكومية لمباشرة عملها في مركز المدينة. وفي تدمر بريف حمص عثرت الجهات المختصة أثناء تفتيش أحد المزارع على قطعة أثرية نادرة هي تمثال نصفي لشاب تدمري يرتدي ثيابا فاخرة. وقال خبراء الآثار إن التمثال ومن خلال المعاينة يعود إلى حوالي 2000 عام مضت. إرهابي سعودي جديد عائد من سوريا يكشف حقيقة المجموعات التي كان يقاتل معها والواقع المزيف الذي وصفوه له قبل الذهاب إلى سوريا، معترفا أنه هو وأمثاله من السعوديين ما هم إلا بنوك متحركة تستغلها العصابات الإرهابية. والله ما في لا قتل ولا شيء، كله كلام كذب. مفتورة. يعرفون أنفسهم بس يتظاهرون أنهم صادقين. في تأكيد جديد على أن جميع التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا هي صناعة سعودية وأن عناصرها هم عبارة عن قتلة مأجورين، اعترف الإرهابي السعودي والمدعو مسفر في لقاء تلفزيوني بأن الصورة التي رسموها له عن الوضع في سوريا مختلفة كليا على أرض الواقع، فما يجري هناك عبارة عن إرهاب منظم وممنهج. الإرهابي مسفر يعترف بأن معظم الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا مسيرة من قبل مشايخ الظلام في السعودية التي تبيح لهم كل المحظورات فقط لمجرد بقائهم وسفك دماء السوريين. والله أنا في أم الجيش الحر واللي أنا جلست معهم أكثر شيء طبعا. والله أنهم صراحة أنهم يأتون بنساء، أتكلم مصدق، وأن معهم خمور، يعني وضع مزري. ويكشف الإرهابي السعودي عن حجم الورطة التي وقعوا فيها، فلا مصير لهم في سوريا سوى الموت، إضافة إلى أن قياداتهم تهددهم بالقتل بين الفينة والأخرى في حال فكروا بالعودة. الجماعة هذولا حسيت أنهم ما يبونك تروح، يبغون يبيعونك كل شيء بيسوون فيك تقريبا. قالوا لك لا تروح؟ قالوا لا تروح.
حددوك ولا كيف؟ قالوا لا تروح وخلك كذا، بعدها قالوا اصلا والله تروح جوازك معنا. وفعلا جوازك معهم؟ كان جوازي معهم. وخليته؟ اخذته. لا كين اخذته؟ اخذته وهم نايمين، كان تحت واحد من الجيش الحر هناك. ايه تقريبا زي القائد، اخذته من تحته وهربت. هي حقيقة ما يحاول اعداء سوريا تزييف حقيقتهم وتجميل صورهم عبر منابر الدم والفتنة التي سخرت كل امكاناتها لخدمة الصهيونية في تدمير سوريا. رايح لهلك العرعو؟ ما نبيك يا اخوي، وش يدخلك فينا العرعو؟ انت تدري وين دول العرعو عيال يدرسون؟ لا ما تدري ولا عمرك ولا تسمع عنهم دول المشايخ عايشين كيف وش يسوون، ما تدري. بس تشوفهم بالتويتر يقولون الجهاد. ها مصدقتهم انت كريان؟ اي والله. ها هذا مصدق؟ مصدقهم. والحين؟ لا والله كذابين حسبي الله عليه. هؤلاء الإرهابيون المجرمون ما كانوا ليعترفوا بهذه الحقائق لولا فشل مشروعهم ومشروع أسيادهم في سوريا، إضافة إلى الضربات التي يتلقونها من أبطال جيشنا الباسل، وكان آخرهم المدعو أبو بكر النجدي وهو من مسلحي ما يسمى الكتيبة الخضراء التابعة لجبهة النصرة، وهو سعودي الجنسية أيضا. أقول للعرعور ولغير العرعور فكونا من شركم، عندنا مئات الأمهات مكلومات مثل محمد، فكنا يا العرعور أنت والعريفي وغيرك اللي قاعدين في تويتر تهايطون، فكونا من شركم، ترانا ملينا زهقنا منكم خلاص. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقالة الأخضر الإبراهيمي من منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي مشترك مع الإبراهيمي: قررت قبول طلب الأخضر الإبراهيمي إعفاءه من وظيفته. وأعرب الأمين العام عن أسفه لاستقالة الإبراهيمي واعتبرها إخفاقا للأمم المتحدة. الإبراهيمي أكد أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.